قبل لا يطيح بالناس وذابيه من المنجنيق وجاي يهوي، ونزل هذا جبرائيل نازل وإبراهيم يهوي للنار، وتناول إبراهيم قبل لا يوصل. هالنفوس شنو هذه؟ تأمل ولا؟ يقول هكذا نفوذ الإنسان في الجنة، مو النفوذ أركب السيارة لو طيارة. وخلينا من هاي، يقول يلبسون تيجان، تاج تاج، يقول يلبسون تيجان. وما التيجان؟ تيجان يعني كبوس، تيجان يعني تاج ملك من صاحب الدور. قال لا، عليهم تيجان، التيجان تضيء لها أشعة كأشعة الشمس. هذا النبي يقولها، أشعة كأشعة الشمس. الآن إذا تحط بالك الشمس لها شعاع ولا خيوط؟ ماكو خيوط. يقول لها أشعة كأشعة الشمس، يقول لها اتصال بالعوالم. ما ذكره ذاكر إلا هو عنده. ماكو تلفون؟ ماكو. هذا مو هنا، هذا غير مباشر، غير إنما المباشر. يقول هذا كله مبني ومطوي على علوم دقيقة، قطعا علوم دقيقة، مبني على علم دقيق. فلهذا يقول إذا فارق العبد المؤمن، إذا فارق الدنيا، إذا فارق الدنيا حصل لهذه المرتبة. يقول له نفوذ كنفوذ الملك. شلون؟ قال لنا، قال الذين الآن الذي له نفوذ كنفوذ الملك، وإحنا نروح نزور القبور، ورسول الله يعلمنا يوم الخميس عصرا ليلة الجمعة يكون يزورون القبور، لأن أهل القبور ينتظرون الهدايا. ليلة الجمعة يعني يوم الخميس عصرا أهل القبور يتهيئون إلى الهدايا. ما كل هدية، إن كان صدقة وإن كان بر وإن كان درس قرآن وإن وين. يقول يقفون على أبواب القبور. وينهم بالقبور؟ الآن لو نبشنا القبر الذي مات من 20 سنة نشوف شيء عظام لو لا، أو هذا الذي دفناه وراحت عليه 3 أيام، ولو نبشنا التراب على شنو نشوف؟ تفسخ جاف وتفسخ. يقول إمام لا، مو هكذا. يقول هذا الروح، الروح إذا خرج من الجسد يرفرف على الجسد مثل الطير الذي انطلق من القفص. ماكو بعض الطيور يتربى بقفص صغير صغير يكبر، لكن إذا طار من القفص لازم يحن إلى المحل الذي نما به. شو بيرفرف؟ يقول إمام باب الحوائج سلام الله عليه، إذا خرج الروح من الجسد بقي يرفرف كالطير. وإنه ليعرف من مشى خلف الجنازة، ويعرف من أهدى له هدية، ومن قرأ له آية، ومن ذكره. يرفرف، يقول يرفرف على القبر الذي يزور، الذي يقرأ الفاتحة مثلا وما يفارق، يزوره يوميا، يزور إلى 40 يوم.